بيحكي لي وبيقول لي في يوم من الأيام لقيت موبايلي بيرن، ببص على الموبايل لقيت رقم والدي. قبل ما أفتح عليه قعدت أفكر لثواني أرد ولا بلاش، ده من ساعة ما طلق أمي يجي من 15 سنة ما سألش عليا يجي 5 مرات على بعض، وأنا دلوقتي عندي 25 سنة. المهم فضولي خلاني أرد عليه، رديت عليه ولقيته بيسلم عليا وبيقول لي عايزك يا ابني. قلت له خير يا حاج، وأنا بقول له يا حاج وقاصد، لأن كلمة أبويا دي تقيلة على لساني مش قادر أقولها. المهم أخدت بعضي ورحت له، ببص لقيت أبويا مسك عكاز وبيتحرك بالعافية. أول مرة أشوفه كده، شكله اتغير والظهر المرض تملك منه. قعدنا وبدأ يسألني أمك عاملة إيه يا ابني؟ قلت له كويسة حاج، هي تعبت شوية وجالها كانسر واستأصلت الرحم، بس هي دلوقتي أحسن الحمد لله. قال لي أنا ظلمت أمك يا ابني، جيت عليها وبهدلتها معايا، كنت طايش والقرشين اللي كنت محوشهم غووني وخلوني أشوف نفسي عليها، وهي ياما نصحتني، كانت بتقولي بلاش، انت ربنا رزقك بالولد اللي كان نفسك فيه، سيبك بقى من السكة دي اللي انت ماشي فيها، ركز معانا، احنا دلوقتي محتاجين لك أكتر من الأول. وأنا وقتها كنت غبي، ما كنتش فاهم كلامها، كنت بحسبها متغاظة وغيرانة، لكن بصراحة هي كانت صح، كانت خايفة عليا وعليك أكتر مني. وبعد ما طلقتها بعدت عنكم خالص، اتلهيت في حياتي والعيشة اللي كنت عايشها، لكن كنت بسمع من عمامك إنها كانت طفحة الكودة علشان تربيك وتعوضك عن غيابي. كنت أوقات بلمحها وهي مسكاك من إيدك وبتوديك المدرسة، وتطلع بعدها على محل الهدوم اللي كانت بتشتغل فيه، وترجع تاخدك في ميعاد خروجك. أنا مبسوط إنها عرفت تربيك وتطلعك راجل. بيقول لي أبويا وقتها كان بيكلمني وهو بيعيط، وأنا بيني وبين نفسي بقول يا أنت لسه فاكر يا حاج، ده أنا نسيت إن ليا أب أصلا. أنا فاكر لما أصحابي والمدرسين كانوا بيسألوني ويقولوا لي أمال فين أبوك، ما كنتش بعرف أرد عليهم، كنت بسكت، كنت أروح البيت وأحكي لأمي ألاقيها تعيط وتاخدني في حضنها وتقول لي أنا أمك وأبوك يا حبيبي. المهم لقيت أبويا بيكمل كلامه وبيقول أنا عايزك تسامحني يا ابني وتقول لأمك تسامحني، أنا كبرت ومش عايز أقابل وجه الكريم من غير ما تسامحني. بيقول لي راح أبويا قايم وبيوطي على إيدي وبيبوسها، اتخضيت من الموقف قلت له عيب يا حاج عيب، قال لي أنا عايز أحضنك يا ابني، وفعلا حضني وهو بيبكي. حسيت بدموعه لأول مرة نازلة بتغسل جوايا سنين الفرقة اللي كان سايبني فيها. أنا كمان في اللحظة دي كنت عايز أحضنه بس إيدي مش جايباني، بحرك إيدي ببطء شديد نفسي أحضنه بس مش قادر، لحد ما حسيت بضمته، إيده هي بتلف حوالين مني عمال يطبطب عليا ويبكي، ومع كل طبطبة كنت بضعف، والأول مرة أحس بحضن أبويا، الحضن اللي كنت بسمع عنه لكني كنت محروم منه. بيقول لي أبويا مات تاني يوم من الموقف ده، مات وساب لنا فلوس كتير، بس والله ولا كنوز الدنيا تعوضني عن الإحساس اللي حسيته في اللحظة دي. قلت له بالسهولة دي نسيت سنين الحرمان والقسوة اللي شفتها منه؟ قال لي تصدق أني اتسألت السؤال ده كتير، أنا ما نسيتش بس حنيت، أنا ما كنتش متخيل أن أنا ممكن أضعف بالشكل ده، لكن أم الست الأصيلة الطيبة عمرها ما علمتني القسوة، كانت دايما حنينة وقلبها بيلين بكلمتين وطبطبة، وأعتقد أني ورثت ده منها. وعلى ما اسمع برضو ان ابويا كان راجل طيب، هو ظلمنا صحيح بس هو راح عند اللي خلقه اللي احن عليه مننا ومن اي مخلوق. يا جماعه الدنيا مش مضمونه والموت ما بيستناش حد، فبلاش الدنيا تاخدكم من الناس اللي في رقبتكم، الناس اللي هتتحاسبوا عليهم قدام ربنا. وان كنت بتطلع حجج ومبررات لتقصيرك في الدنيا فيوم الحساب مفيش حجج، في ميزان عادل، ودي كلها ديون وهتدفعوها فياريت تسددوها وانتوا أحياء، علشان قيمة السداد بعدين محدش هيقدر عليها. خلصت القصة وخلصت الحلقة، أشوفكم على خير وإلى اللقاء.